تعاني جميع المجتمعات من ظاهرة العنف والإساءة ضمن الأسر أو ضمن المجتمع الأوسع. عندما تأتي إحدى منظمات المجتمع المدني لتعمل مع مجتمع ما، قد تتسبب هي نفسها بتفاقم أنماط الضرر والإساءة، أو قد تجلب بالفعل أشكالاً جديدة من الضرر. يمكن تصنيف الإساءة والضرر اللذين تسببهما منظمات المجتمع المدني على الشكل التالي: إهمال أو أذى جسدي أو عاطفي أو إساءة جنسية، أو يمكن أن يكونا على شكل تحرش. عادة ما يشمل الضرر والإساءة اللذين تسببهما المنظمة ما يلي: أولاً، الإساءة التي يرتكبها الموظفون أو الأشخاص المتعاقدون مع المنظمة. ثانياً، البرامج أو الخدمات التي قد تؤدي إلى تفاقم الضرر القائم أو تسبب ضرراً إضافياً ضمن العائلات أو المجتمعات. على سبيل المثال، قد تنتج توترات عندما لا يكون واضحاً سبب تلقي أفراد محددين من المجتمع لسلع أو خدمات، بينما هنالك آخرون لا يحصلون عليها. ثالثاً، وسائل الاتصال والإعلام التي يمكن أن تجلب اهتماماً حديثاً وغير مرغوب فيه نحو المجتمع أو الأفراد ضمن المجتمع، لا سيما عندما يقوم خبر يتعلق بشخص ما بمشاركة تفاصيله الشخصية أو قصته الخاصة، مما يتسبب بتفاقم الصور النمطية السلبية. يعتبر التحرش الجنسي أو غيره من أشكال التحرش داخل مكان العمل الذي يتعرض له الموظفون أو المتطوعون الآن أيضاً من ضمن نطاق وتعريف الصون. لحماية الناس من الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي وغير ذلك من الانتهاكات التي تسببها منظمات المجتمع المدني، تتخذ العديد من المنظمات تدابير لمنع أنواع الإساءة هذه والاستجابة لها. تشير بعض المنظمات إلى هذه باسم تدابير الحماية من الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي، أو PSEAH، بينما يسميها آخرون الصون. تركز تدابير الصون على ثلاث مجالات محورية هي الوقاية والإبلاغ والاستجابة. تشمل أنشطة الوقاية ما يلي: إنشاء بيئة عمل آمنة من خلال تعزيز ثقافة ضمن المنظمة تشجع على التنوع وتتصدى لعدم المساواة. وهذا يعني ضمان وجود سياسات وإجراءات وقواعد سلوك مطبقة، والتأكد من تلقي توصيات حول جميع المرشحين الناجحين خلال فترة التوظيف، مع التأكد من أن جميع الموظفين يعرفون ما يعنيه الاستغلال والانتهاك والتحرش الجنسي، وأنهم يتصرفون بشكل لائق في جميع الأوقات. أخيراً، يعني منع الإساءة التي قد تسببها برامج منظمة المجتمع المدني أو وسائل الاتصال، والعمل بشكل وثيق مع أفراد المجتمع لجعل تلك البرامج آمنة ومنح الموافقة على أنشطة التواصل. يضمن الإبلاغ أن لدى جميع المنظمات نظام يمكن الموظفين وأي شخص يتعامل مع المنظمة من الإبلاغ عن انتهاك أو أي شك بطريقة آمنة وسرية. من المهم توفير وسائل مختلفة للإبلاغ حتى يتمكن الأشخاص من مختلف الأعمار والأجناس والجنسيات والقدرات من القيام بذلك. ومن الأمثلة على ذلك خطوط الهاتف والمناقشات الشخصية في مكاتب المساعدات ورسائل البريد الإلكتروني.
وعلى عاتق المنظمات أيضا واجب الرعاية لتلقي التقارير التي تتعلق بالضرر والإساءة داخل العائلات أو المجتمعات والتي لا تسببها المنظمة، ولكن تختلف الاستجابة لها عن الاستجابة التي يتم اتخاذها عندما تكون المنظمة معنية بالإساءة. وتعني الاستجابة التأكد من التعامل مع جميع التقارير بطريقة مناسبة وسرية وبما يتماشى مع الإجراءات. عندما يكون الدعم الفوري ضرورياً للناجي أو الناجية مثل الحاجة إلى العناية الطبية العاجلة، ينبغي تكوين اتصالات مع الخدمات الاجتماعية المجاورة وإجراء تحقيقات مستقلة عند الضرورة. ويجب تحويل الحالات أو المخاوف التي ترتبط بالضرر والإساءة ضمن العائلات والمجتمعات إلى المنظمات المجتمعية أو خدمات الدعم أو إلى السلطات متى كان من الآمن القيام بذلك. يساعد صون المجتمعات والموظفين داخل المنظمة على ضمان حفاظ المنظمة على جودة عملها وعلى تكوين بيئة عمل منتجة تمكن الجميع من تحقيق كامل إمكاناتهم.